حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا حماد عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس قال وقد فزع اهل المدينه ليله سمعوا صوتا قال فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لابي طلحه عري وهو متقلد سيفه فقال لم تراعوا لم تراعوا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته بحرا يعني الفرس